Hola a todos y bienvenidos a un video nuevo de lectura. El cuento de hoy se llama Hidao Gandhi. Hidao Gandhi. Los zapatos de Gandhi. Lo voy a leer muy lento, entonces un poco más rápido. Fi ihda al mahattati kana غاندي يجري مسرعا نحو القطار حتى يلحق به. بدأ القطار بالتحرك رويدا رويدا مما دفع غاندي للركض مسرعا إلى أن قارب على اللحاق به فقفز قفزة تمكن فيها من الصعود إلى مقطورته الأخيرة. حينها ابتسم غاندي فرحا لأن الرحلة لم تفته، إلا أنه أدرك أن تلك القفزة كلفته سقوط فردة حذائه خلف القطار دون أن يشعر. لم يفكر غاندي كثيرا قبل أن يخلع فردة حذائه الثانية ويلقيها بسرعة لتستقر بجوار الفردة الأولى، فتعجب أصدقاؤه من فعله هذا وسألوه عن سبب تصرفه، فقال الحكيم غاندي: لن أستطيع العودة لإحضار الفردة التي سقطت مني، كما أنني لن أستفيد من فردة حذاء واحدة إذا بقيت معي، فرميتها على فقيرا يجد الفردتين فينتفع بهما معا. في إحدى المحطات كان غاندي يجري مسرعا نحو القطار حتى يلحق به. بدأ القطار بالتحرك رويدا رويدا مما دفع غاندي للركض مسرعا إلى أن قارب على اللحاق به فقفز قفزة تمكن فيها من الصعود إلى مقطورته الأخيرة. حينها ابتسم غاندي فرحا لأن الرحلة لم تفته، إلا أنه أدرك أن تلك القفزة
كلفته سقوط فردة حذائه خلف القطار دون أن يشعر. لم يفكر غاندي كثيرا قبل أن يخلع فردة حذائه الثانية ويلقيها بسرعة لتستقر بجوار الفردة الأولى، فتعجب أصدقاؤه من فعله هذا وسألوه عن سبب تصرفه، فقال الحكيم غاندي: لن أستطيع العودة لإحضار الفردة التي سقطت مني، كما أنني لن أستفيد من فردة حذاء واحدة إذا بقيت معي، فرميتها عل فقيرا يجد الفردتين فينتفع بهما معا. Aquí tienen las palabras importantes del cuento en sus formas básicas. Gracias por mirar. Saludos.